أنا قبل ما أستعرض، لو تسمح لي قبل ما أستعرض التجارب، عندي بعض الملاحظات، لأن أنا اطلعت على يعني مسودة مشروع القانون، وأيضا نفس المعلومات اللي تفضلت فيها يحيى. أنا أرى أن هذا المشروع محتاج إلى المزيد من الدراسة، بمعنى أن تطبيق التأمين الصحي أو الرسوم الرعاية الصحية على الأجانب من حيث المبدأ إجراء سليم، إجراء سليم ومتبع في العديد من الدول الخليجية والدولية، ولو بتقدير انعكاسات إيجابية على معالجة الاختلالات في سوق العمل من حيث غلبة العنصر الأجنبي، حيث سيؤدي تطبيق هذا النظام إلى تقليل نسبة العمالة السائبة، كما سيكون له أثر على رفع كلفة العامل الأجنبي، وبالتالي تقليل الفارق بين تكاليف العمالة المواطنة والعمالة المهاجرة، وأخيرا عدم تحميل موازنة الدولة مصاريف الرعاية الصحية للأجانب، إما هم زائرين أو عاملين لدى شركات تربح الملايين. والخلاصة، يمكن من خلال عوائد التأمين أو الرعاية الصحية على الأجانب رفض موازنة وزارة الصحة بأموال يجب استثمارها بالشكل الصحيح لتطوير الخدمات الصحية للفئات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع دون أن يتحملوا أي عبء مالي كبير. ومن جهة أخرى، وبمقارنة سريعة بين تجارب التأمين الصحي في الدول اللي سنطرحها والضمان الصحي الذي سينفذ في البحرين، تتضح ضرورة الانتقال إلى مرحلة التأمين الصحي الشامل للمواطنين والمقيمين، حيث أصبح العلاج والوقاية الصحية من المؤشرات الاجتماعية المهمة لقياس التنمية الإنسانية المستدامة في جميع المجتمعات والدول. إلا أن ما يجب التنبه له هو أن برنامج التأمين الصحي تتنوع وتختلف حسب البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفلسفة التي تقوم عليها تلك الجوانب في كل دولة. فما هو مطبق في أمريكا على سبيل المثال، والتي تنتهج الاقتصاد الحر، لن يكون صالحا لتطبيقه في فرنسا التي تدمج بين الاقتصاد الحر وملكية الدولة لبعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الصحي. وبناء على ذلك، أي مشروع للتأمين الصحي يراد تطبيقه في البحرين، من المهم أن يسبقه حوار ليس على مستوى أطراف الإنتاج الثلاثة، العمال وأصحاب العمل والحكومة، بل حوار مجتمعي تشارك فيه كل المؤسسات والهيئات الأهلية بما في جمعية الاقتصاديين، الأطباء، الاجتماعيين وغيرهم، وباحثين وخبراء في مجال الصحة والاقتصاد والتأمين، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بهدف البدء بعصف ذهني وخلق توافق مجتمعي للرد على التساؤلات أهمها: هل من المجدي نقل مسؤولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للقطاع الخاص من خلال تعميم تجربة التأمين الصحي؟ هل ستضمن الدولة عدم تحول هذه الخدمة الهامة إلى سلعة تتنازعها مبدأ الربح والخسارة بحسب آليات السوق؟ وهل البحرين بحاجة إلى هكذا نظام من حيث المبدأ؟ ومن ثم يمكن الدخول في حوارات حول أفضل أنواع التأمين الصحي التي تتناسب والبنية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، آخذين في الاعتبار الطبيعة الريعية للاقتصاد البحريني وكل ما يتأسس عليه من نتائج. والأهم من كل ذلك، بأن معظم التجارب العالمية الناجحة في مجال التأمين الصحي كفرنسا وكندا والسويد وألمانيا مثلاً، تكون الدولة هي المسؤولة ليس فقط على الإشراف، كما ورد في مشروع القانون أن وزارة الصحة بتكون مسؤولة فقط عن إشراف، ليس فقط الإشراف، بل على تمويل علاج المرضى من خلال استحصال ضرائب من المواطنين، هي التي تمثل صندوق تمويل الضمان الصحي دون تمييز طبقي أو مناطقي للمواطنين، مع ضرورة وجود رقابة شعبية من خلال ممثلي الشعب بالصلاحيات الكاملة لمجلسهم التشريعي والرقابي، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة على مصير أموال هذه الضرائب غير المباشرة، وهم ذاكرين طبعا في ورقتهم
في إشارة بأن فيكون هناك في ضرائب غير مباشرة على المواطنين، وأن نطبق مبدأ دستوري واضح لا ضرائب بدون تمثيل شعبية. في حال تطبيق هذا النظام حيث يوضح مشروع الضمان الصحي بأن الوضع الحالي وزارة الصحة هي المسؤولة في تقديم الخدمات الصحية، في حين الوضع بعد تطبيق هذا القانون ستكون وزارة الصحة ليست مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية، وإنما ستكون فقط مسؤولة عن الإشراف وتطوير سياسات الموارد البشرية، وأن ممولي خدمة العلاج هما الصندوق والمجلس الأعلى للصحة. وكل هذه العموميات المذكورة يوضح المشروع بأنه مثل ما تفضل أخ يحيى معتمد على تقارير وإحصاءات البنك الدولي، الأمر الذي سيؤكد أن هذه السياسة المرتبطة بالرأسمالية المتوحشة سوف تقلل التكلفة. وكما تعرفون يعني، وهذا يؤكد على كلام الأخ يحيى، أن معظم الدول التي التزمت بسياسات البنك الدولي وصندوق نقد الدولي قد واجهت وما تزال كثرة من الأزمات كالفقر وتراجع التنمية، وأن على حكومتنا أن لا ترضخ لسياسات هذا البنك والصندوق الدولي بالكامل، وأن تؤمن بأن في وطننا عقول مفكرة قادرة على وضع الحلول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تراعي مصالح شعبنا بكل طبقاته وفئاته. يعني هاي فقط بعض الملاحظات حول مشروع القانون. أنا بس بشكل سريع بايب بعض النماذج. تجربة كندا، يتميز التأمين الصحي الوطني في كندا باتجاه نحو اللامركزية، ويمول من الميزانية العامة للدولة من حصيلة الضرائب العامة، ويتم توفير جميع الخدمات الصحية المتاحة لجميع السكان المؤمن عليهم وبشروط موحدة دون تحيز على أساس الدخل أو العمر أو الوضع الصحي، مع ضمان التغطية عند غياب المواطن من مكان إقامته أو سفره في أرجاء كندا. فرنسا، تبعاً لمنظمة الصحة العالمية فإن فرنسا لديها أفضل خدمات صحية وأكثرها متاحة، وبمتوسط تكلفة الفرد يعد الرابع على مستوى العالم، كما جاء ترتيب فرنسا الأول على العالم والخاص فيما يتعلق بالمستشفيات وتمويل الخدمات الصحية. ويدار نظام التأمين الصحي الوطني الفرنسي بالمركزية من خلال هيئة الضمان الاجتماعي، ويعتمد على وزارة الشؤون الاجتماعية والتكافل الاجتماعي في أمور التمويل وعلى وزارة الصحة في النواحي الإدارية. والمستفيد من هذا التأمين له الخيار وبدون أي حدود في الوصول إلى الممارسين العاملين الذي يشكل كل من الطبيب العام والأخصائي في مجالات الوخز بالإبر الصينية وأطباء الأطفال، وكذلك إمكانية الذهاب مباشرة إلى الاختصاصي مثل الطبيب النفسي وأخصائي أمراض النساء وأطباء الأسنان والقابلات، مع استرجاع رسوم خدماتهم من هيئة الضمان الاجتماعي، فضلاً عن إمكانية الذهاب إلى المستشفى دون تحويل من الطبيب. وواضح من نظام تأمين المرض الفرنسي بأنه يتم تعويض المريض من الرسوم التي يدفعها من خلال الضمان الاجتماعي مع مشاركة المريض في جزء من التكلفة، إضافة إلى وجود بعض المنظمات التي تقدم تأمين تكميلي حيث يشارك فيها نحو 87% من سكان فرنسا. ويتم التعويض عن الرسوم بالكامل للخدمات الوقائية والمستشفى والرعاية طويلة الأمد، أما في العيادات الخاصة فيتم التعويض عن رسومها جزئياً، ويمكن لأي فرد أن يستفيد من الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي بعد انقضاء 120 ساعة عمل في وظيفة بأجر في الشهر السابق على طلب الخدمة، حيث يتعامل النظام الصحي الوطني الإلزامي ضمن نظام الضمان الاجتماعي الذي يمول من مساهمات أرباب العمل ونسبة من دخل الفرد. السويد، يغطي التأمين الصحي في السويد جميع السكان والمقيمين، ويندرج تحت هذه المظلة ثلاثة أقسام رئيسية تدار من قبل المجلس الوطني للتأمينات الاجتماعية، وهي الخدمات الموجهة للآباء والأطفال وللمرضى المصابين بالعجز، والخدمات الموجهة لكبار السن والأرامل،
وما يميز النظام السويدي دمج التأمين الصحي بتوفير الضمان الاقتصادي للسكان من خلال إعالة الثروة بين فترة وأخرى في حياة الفرد والمجموعات السكانية المختلفة عن طريق دفع مبالغ تتناسب ومع الدخل، وذلك في حالات انقطاع الدخل في حال المرض أو الحوادث. اليابان، بدأت الحكومة اليابانية في إدغال نظام التأمين الصحي عام 1972 مع التدرج في تخفيض التكلفة التي يدفعها المؤمن عليهم، لدرجة أصبح لكبار السن الحق في التمتع بجميع الخدمات المغطاة بدون دفع نسب المشاركة في التكلفة، وللمرضى حرية اختيار العلاج في أي مستشفى أو عيادة يختارونها، كما يحظى الأطفال خلال السنة الأولى من العمر برعاية صحية مجانية. ويوجد في اليابان ثلاث مجموعات للخطط التأمينية. الأولى تشمل التأمين المدار بواسطة المجتمع، حيث تقدم خدماتها للعاملين في الشركات الكبيرة وأسرهم. والمجموعة الثانية تشمل التأمين الصحي المدار بواسطة الحكومة، وتقدم خدماتها للعاملين في الشركات الصغيرة. والمجموعة الثالثة تشمل التأمين على أصحاب الأعمال الخاصة من غير العاملين في الحكومة والمتقاعدين. ووفقاً للنظام يحتم على كل فرد أن ينضم لإحدى الخطط التأمينية سالفة الذكر. ورغم اختلاف الدخل للمؤمن عليهم في كل المجموعات، إلا أنهم يتمتعون بنفس المزايا بالنسبة للخدمات التي يغطيها التأمين الصحي. أما بالنسبة لتمويل النظام التأميني في اليابان، فيتم من خلال دفع المؤمن عليهم لاشتراكاتهم أو من الذين يدفعون عنهم، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي يغطي بعض المنافع وتكاليف التشغيل. وتتفاوت قيمة القسط التأميني الذي يدفعه المشترك من برنامج لآخر، إلا أنه بصفة عامة يكون بمساهمة مشتركة متساوية من رب العمل والموظف بما لا يتعدى 8.5% من راتب الموظف. كما تحدد بعض أقساط البرنامج وفقاً لعدد أفراد الأسرة ومستوى دخله. وتقوم الحكومة اليابانية بوضع أسعار محددة للخدمات الصحية المختلفة، ووضع الضوابط الصارمة لعدم الإخلال بهذه الأسعار، وتقوم بالمراجعة الدورية لهذه الأسعار بناء على نسب التضخم السنوي، ويشرف على نظم التأمين المجلس المركزي للتأمين الاجتماعي الطبي. بريطانيا، بدأت دولة الرفاهية الحديثة في بريطانيا مع صدور القانون الوطني للتأمين في العام 1911، وتم إنشاء نظام تأمين إجباري على الطبقة العاملة. ويضمن النظام توفير الفرص المتساوية لجميع السكان للحصول على الخدمات الصحية بصرف النظر عن الإمكانات المالية أو العمر أو الوظيفة. ويوفر التأمين الصحي خدمات شاملة تغطي جميع أوجه الطب الوقائي والعلاجي، ويتم تمويل النظام بنسبة 90% من حصيلة الضرائب العامة والباقي من ضريبة الضمان الاجتماعي. ويوجد في هذا النظام ما يسمى بالممارس العام، الذي يعتبر نقطة اتصال المريض بالنظام التأميني، وللمريض الحرية في قبول أو رفض هذه الخدمة مع حريته في اختيار الممارس العام. الولايات المتحدة الأمريكية، يعد نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية أضخم الأنظمة الصحية على مستوى العالم، ويضم نحو 8000 مستشفى معظمها عامة. ويعتمد النظام أساساً على التأمين الصحي الخاص إلى جانب تأمين حكومي لفئات معينة. وبالنسبة للتأمين الحكومي للمسنين والمعوقين، فإنه يمول عن طريق الضرائب، ويمثل الإنفاق عليه 19% من الإنفاق الحكومي، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية للفقراء والعاطلين عن العمل، ويمول من الحكومة الأمريكية. ويعتمد النظام الصحي الأمريكي على سوق التأمين الصحي الحر، ولا يوجد فيها التأمين الصحي الوطني الإلزامي كما هو سائد في أوروبا، وذلك بالنسبة للتأمين الصحي الأهلي، حيث يوجد عدد كبير من شركات التأمين التي توفر الرعاية الصحية بأنواعها الأولية كالمستوصفات أو الثانوية أو العامة كالمستشفيات الخاصة والعامة. وعن طريق التمويل هذا التأمين الصحي الأهلي، يقوم المواطن بالادخار الفردي الشخصي، حيث يتم استقطاب نسبة مئوية من راتبه الشهري لجميع العاملين
لمن هم أقل من 35 سنة بنسبة 6% من رواتبهم، ومن هم فوق 45 سنة يتم استقطاع 8%. وواضح من نظام التأمين الصحي الأمريكي بأنه تنعدم النظرة إلى الرعاية الصحية كأحد الحقوق المدنية للمواطنين، حيث يعتمد أساساً على التأمين الصحي الخاص مع مساعدة حكومية فيدرالية لغير القادرين وكبار السن فوق 65 سنة وذوي العجز الخطير والمتقاعدين من المحاربين القدماء، والذي يتولى أمر الإنفاق الصحي عليهم القوات المسلحة. ونظراً للارتفاع الحاد في تكاليف الخدمات الصحية، ظهرت عدة مشاريع للرعاية الصحية المدارة اقتصادياً لتحل محل التأمين الصحي التقليدي. ورغم كل هذه المشاريع، إلا أن الذين لا تتم تغطيتهم بأحد الطرق أو التأمين الخاص يتعرضون لمخاطر صحية شديدة، حيث يوجد أكثر من 35 مليون أمريكي دون أي تغطية تأمينية صحية. وقد برزت خلافات واضحة بين الأمريكيين وبالأخص أصحاب العمل حول بعض الأنظمة التأمينية التي حاولت الحكومة السابقة فرضها، مثل نظام تأمين الخاص الإلزامي يوفر أرباب العمل لموظفيهم أو دفع ضريبة على الدخل، إضافة إلى التأمين الحكومي الذي سبق ذكره، علماً بأن الكونغرس بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجمهوري قد صوت بإلغاء قانون أصدره أوباما باسم رعاية أوباما، أوباما كير. وأخيراً، دولة قريبة من أو دولة شقيقة خليجية ودولتين نفس النموذج عندهم، الإمارات وقطر. أنا بس أوضح عن دولة قطر. يكشف الموقع الإلكتروني للحملة الترويجية للنظام الصحي في قطر، والذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر، عن مشروع التأمين الصحي بأنه نظام يوفر تغطية للتأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، ويدار هذا النظام من قبل الشركة الوطنية للنظام الصحي بين قوسين صحة، وهي شركة مملوكة للحكومة القطرية، وتتيح صحة الحرية في اختيار مزود الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، وذلك حسب احتياجات الناس ورغباتهم، حيث توجد 3 مستشفيات حكومية والمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وعددها 8 مستشفيات، والعيادات والمجمعات الطبية الخاصة وعددها حوالي 45 عيادة ومجمع، إضافة لمزودي خدمات الأسنان وعددها 93 عيادة ومجمع، ومزودي خدمات البصريات وعددها 26 عيادة ومجمع، فضلاً عن مركزين لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من النظام في يوليو 2013، حيث يغطي الإناث القطريات من سن 12 عاماً وما فوق، ويحصلون على تغطية شاملة لخدمات الأمومة والتوليد وطب النساء والخدمات الأخرى المتعلقة بصحة المرأة. وشهدت المرحلة الثانية تغطية الاحتياجات الصحية الأساسية لكافة المواطنين والمواطنات بدءاً من 30 أبريل 2014. تغطي الحكومة القطرية تكاليف التأمين الصحي للمواطنين بالكامل، ويتم تمويل النظام بالنسبة للأجانب من خلال الكفيل أو صاحب العمل، حيث يتم دفع أقساط المؤمن عليهم من العاملين، ويتم إشراك المقيمين عند إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة، بحيث يقوم الكفيل أو جهة العمل بدفع القسط المترتب على التأمين. أما زوار قطر فيشملهم التأمين عند إصدار التأشيرة، ويترتب على ذلك دفع رسوم محددة تتناسب مع طول فترة زيارتهم أو إقامتهم في قطر. أكتفي عند هذا الحد، وأشكركم على حسن الانصات.